كيف أعرف أن الله يحبني؟ أحسن الظن بالله أنه يحبك، وانظر إلى أفعالك، إذا كانت أفعالك مستقيمة فالأصل أن الله يحبك. وعلى كل حال الله يحب جميع المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو الحب، الود هو الحب. فالله يحب كل المؤمنين سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمحبة الله هي الأصل، طالما أنك مؤمن الأصل أن الله يحبك. إن كنت تريد المحبة الخاصة يعني درجة عالية زائدة على الناس، فعليك أن تجتهد بالنوافل بعد أن تؤدي الفرائض وتبتعد عن المحرمات، تجتهد بالنوافل فإنه يأتيك حب الله تبارك وتعالى.